ما نطالب اليوم هذه الوقفة راها وقفة سلمية، وقفة كتعبر على الوطنية وكتعبر على الملكية وكتعبر على حبنا لبلادنا وعلى الدفاع عن المقدسات الوطنية، وكنعبروا على أن بلادنا رحنا نحميوها وندافعوا عليها بلادنا. ولكن هذا الشيء كله كيعني أننا كذلك عندنا تانا حقوقنا، الحقوق ديالنا اللي كنطلبوا بها، وبين هاد الحقوق اللي كنطلبوا بها هو العيش الكريم اللي عندها به سيدنا الله ينصرو. فسيدنا الله ينصرو في جميع الخطابات ديالو السامية إلا وكيوصي على العيش الكريم، وعلى أن الإنسان المغربي خصو يعيش في واحد الرفاهية، وخص الإدارة المغربية تكون راه الإشارة ديالو وتسهل ليه جميع الصعاب وتحيد ليه جميع المعيقات ديالو. لهذا نطالب من صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله، سيدنا الله ينصره، اللي عندنا عاش الملك، اللي احنا كلنا أمل فيه، وكلنا يعني لي اليقين بأنه ما غاديش يخذلنا وبأنه غيوقف معنا وغيحل لنا هذا المشكل هذا، لأنه دائما إلا وكيهضر علينا إلا وكيدافع علينا بهذه المطالب اللي كنطالبوا. الله يجزا بكم بالنسبه لهذا التعديل ديال هذيك العقده اللي كدير معنا الوزاره ديال الاحباس، كاين شي بنود فيها اليوم زائره، وكنعتبروهم حنا تعسف على الحرفي وعلى التاجر وعلى المواطن المغربي. لهذا رجاء فيها ازحاف وفيها يعني فيها احتقار للمواطن المغربي والتاجر والحرفي. وبين هذه المسائل اللي غادي نذكروها، الماده اللي كتهضر على ملي تكمل 3 سنين ديال الكونترا كيخصك دير واحد الطلب للاداره ديال الاحباس باش تجدد معاك هذيك الكونترا. ارى الا بغات هذا راه كنضروا ليه حنايا بانه اهانه بالنسبه لنا. كيف يعقل بان واحد الانسان دوز واحد 30 سنه ولا 40 سنه في المحل ديالو او خلاو ليه والديه، وبالتالي كيتقال لك الا بغات تجدد معاك؟ والقانون هنا راه واضح في هذه المساله، لا يعذر احد بجاهله القانون. ان فوا بمجرد انك كتقليزي هذيك الكونترا الا كيولي سائر عليك هذاك القانون. هذه من جهه، من جهه اخرى هناك بوند فيها كيقول بانه في تعديل هذيك السومه ملي غادي يعدلوا لك السومه الكرائيه كتقال بانه لا تقل عن 10%. يعني الاداره ديال فيك اللي بغات ما يمكنش. هذه من جهه، من جهه اخرى خصنا نعرفوا واحد المساله، بان مدينه تارودان تعد من المدن العتيقه التي يقل الرواج فيها ان لم نقل منعدم، ولا يعقل بانها تقارن بمدن اخرى. هذه من جهه اخرى نطالب كذلك بتحديد هذا السوق فينا وحقنا كذلك في المدن العتيقه اللي ترمض وترفع يعني من 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 من, من الشفر دافير ديال المحلات وديال الاسواق التجاريه. تارودان لحد الان ما استفدت. حنا هاد الناس اللي كانوا كيطالبونا باش نزيدوا، حنا نطالب الوزاره المعنيه اللي هي وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه بانها ترمم لنا السوق وتاهلوا باش يكون في مستوى التجاره الحديثه وفي مستوى التوجه اللي غادي فيه المغرب. لا يمكن في مستوى الجهويه المتقدمه اللي نادى عليها سيدنا، ما يمكنش باش نبقاو حنا لحد الان 40 سنه ولا 50 سنه السوق ديالنا ما عمرو استفد من لا مترميم لا مسباغه لا حتى شي حاجه. دائما الاداره تطالبنا بالزيادات وكتفرض عنا مسائل اللي هي فوق الطاقه ديالنا، وحنا لحد الان كنعديو. غادي نقولوا حدا سؤال كنطرحوه اليوم، عندنا مشكل ديال الضريبه والمساهمه المهنيه، حنا مع الاصلاح ماشي ضده، ولكن من غنعطيو هنا واش نعطيو الاصلاح ديال الضريبه او نعطيو لوزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه او نعطيو لهاد الماده وهاد القوانين اللي تفرضوا علينا؟ وحنا عام هذا ونص حنا جالسين ما خدامينش، ما كندخلوا والو، صابرين. حنا هي الفئه المستضعفه في الشعب المغربي، ومع ذلك ما كندهوش. لماذا؟ لاننا وطنيين وملكيين ونحب بلادنا. نريد الوطن ولا نريد كرامه الوطن، ولا نقبل بان المواطن عنده هنا كرامته، لان سيدنا الله ينصره دائما يقول هذا الكلام، يقول بان المواطن المغربي يجب ان لا تهان كرامته، وحنا اليوم راه كتهان الكرامه ديالنا بعد المسائل هادو. وشكرا والسلام عليكم. سي سمير قال شهر ولا شهرين، هي 3 شهور غادي نسويو الوضعيه، كاين اللي ما عندوش باش يسوي الوضعيه. تحيد الربطه نطالبو حنا، الا تحيدت الربطه غنسوي الوضعيه. ولكن عندنا واحد الماده الاخوان 94 اللي هي كتحمي كيسيبو لنا المحلات ديالنا. الماده 94 كنطلبو من مالكنا يعدلها. هادشي صافي. السلام عليكم، كنحترم وكنقول من هذا المنبر
الله ينصر سيدنا وينصر الوطن ديالنا وينصر السلطه المحليه وسعاده الباشا والعمل ديالنا ديال البلاد. كنتمناو شي حاجه تكون زوينه لينا ولهاد الناس، راه مقهورين، راه مضرورين، راه الشكوى لله ولملكنا سيدي محمد السادس الله يخليه لينا يفك لينا هاد الشر، راه مضرورين. حسبنا الله ونعم الوكيل، ملكنا واحد محمد السادس. يا سيدي تنطلبوا من سيد ربي الله يفك الامور على خير، حنا كنطلبوا سيد ربي الله يفك لنا هاد الامور والله يفك هاد الناس، راه غير مساكين، كلنا مساكين، كلنا تحت الله، بغينا غير الامور تواضع علينا، راه تقهرنا عام وشهرين هادو حنا قاعدين ما خدامين ما ردامين لا حتى شي حاجه ما تعتات لينا. واش حنا ماشي بنادم؟ واش حنا ماشي وطنيين؟ ماشي مغاربه؟ واش حنا ماشي مسلمين؟ كنطلبوا من الله ومن الملك ديالنا اللي كنحبوه في السماء وفي الارض يرحمونا هاد الناس. الله يجازيكم بخير، الناس مقهورين، الناس مقهورين، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. حنا راه كنتمنوا التوفيق للجميع، والناس راه غير الناس القدام اللي في هاد السوق، لا هنايا ولا في بلاصه اخرى. الناس مساكن راه ما عندهم باش يخلصوا، الناس ما عندهم باش يعتيو، الناس تقهروا، الناس تقهروا وصابرين، وانت زيد لهم في القرى، راه هادشي حسبنا الله ونعم الوكيل. عاش الملك، عاش محمد السادس. الكرام تيهضروا على الاخوان وهضر على السي الغلاوي، هما تأهيل هاد السوق. يعني اليوم ما عمر تصرفت لي ولا درهم، شي درهم واحد. هاد المحلات الناس اللي بنوها، هاد الناس المحلات هما اللي وهبوها وهما اللي بنوها. فبالتالي اليوم نطالب من وزارة الأوقاف أن تستثمر أموالها في تأهيل هاد الأسواق باش هاد الأسواق ترتفع عليهم القيمة ديالتهم. ثانيا الزيادة الجزافية في الكرا، دابا ملي كتجدد العقدة مع الأوقاف تيزيدوك الكرا جزافيا أكثر 400%، 300%، 100%، يعني إذا كانت عندك 10,000 يوصلوها لك 14,000 بغاو حسب شنو بغاو. هاد القصرية السي حسن عندنا تسدو فيها خمسة المحلات، ها هما دروك كاينين محلات هنا دروك معروضين ب 1500 درهم ما بغاوهم حتى واحد، ها هما مسدودين هنا. صحيح ما كاين اللي بغاهم، هاد الناس هادو إلا بغاو صورتهم نعطوهم لهم، إذا كانوا حنا رابحين نعطوهم صورتهم. زائد واحد القضية أخرى هو اللي هو السلطات العمومية مسؤولة عليها، هي قضية ديال الفراشة وقضية ديال الكرارس، راه خرجوا على هاد السوق. فبالتالي اليوم نناشد الإخوة الكرام سواء المسؤولين أو أوقاف أنهم يتدخلوا، وتحية لجميع اللي عنده شي كلمة بغا يقولها مرحبا. غصت نمر غيد إن شاء الله غير المشكل الحباس، نضرب اكليد التنصر ربي باش غيعاون باش اخف لا غيوسي الريب طياد، اكون يحفظ ربي، اكون يجازي ربي، اكون يعاون ربي.